بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا اليوم إن شاء الله تعالى عن ليلة خير من 1000 شهر، وهي ليلة القدر. وليلة القدر هي تتكرر كل عام هجري في شهر رمضان، وتكون هذه الليلة في 10 الأواخر من شهر رمضان المعظم، ولهذه الليلة فضل عظيم. ولقد ذكرت هذه الليلة في القرآن والسنة النبوية المطهرة، وهذه الليلة نزل فيها القرآن الكريم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذه الليلة أهمية وخصوصية كبيرة عند المسلمين. ولقد ذكرت هذه الليلة في قوله تعالى في سورة القدر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وجاء ذكرها أيضا في السنة النبوية المطهرة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروها في 10 الأواخر من رمضان. فليلة القدر إذا خير من 1000 شهر، يعني تقريبا خير من 83 عاما و4 أشهر، وأيضا خير من 30 ألف يوم. هذا بمعنى خير من 1000 شهر. وأهمية ليلة القدر كما ذكر في القرآن الكريم والأحاديث النبوية المطهرة في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أما في الحديث النبوي الصحيح عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، كما جاء في صحيح البخاري رقم 2020، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروها في 10 الأواخر من رمضان. وكما قال أيضا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء أيضا في سنن الترمذي عن السيدة عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: ماذا لو علمت أي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أما عن علامات ليلة القدر، كما أخبر العلماء أنها تكون في هذه الليلة قوة الإضاءة والنور، وأيضا سكون الرياح وانشراح الصدر، وأيضا أن الشمس تطلع في صبحيتها من غير شعاع، وأيضا طمأنينة النفس. ولهذه الليلة فضل عظيم كما أخبر عن الله سبحانه وتعالى: فهي ليلة تتنزل فيها الملائكة، وهي ليلة فيها السلام حتى مطلع الفجر. فيا هنا ويا عز من نال شرف هذه الليلة، ووفقه الله للأعمال الصالحة والقيام والصيام والدعاء. فاللهم بلغنا ليلة القدر واقبلنا فيها، واعف عنا وعافنا واعف عنا رب العالمين. اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا. أحبابي وإخواني في الله، وفقنا الله وإياكم لبلوغ تلك الليلة العظيمة، وهي ليلة خير من 1000 شهر. اللهم تقبلنا فيها قبولا حسنا،
وأنبتنا فيها نباتا حسنا، وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.